برضو من ضمن النقاط اللي حابين نتكلم مع حضراتكم عنها فكره تحركات اللعيبه من غير كوره، يعني لمسناها قوي في الماتش الاخير، ومحاوله خلق فرص كانت واضحه جدا في طريقه لعب مستر كولر، وكمان فكره افساد محاولات لاعبي اسوان، ده اللي اكد عليه كولر شخصيا في بعض من تصريحاته اللي ادلى بيها في المؤتمر الصحفي، واللي بالمناسبه قال كمان انه كان بيرغب في زياده النتيجه وبيسعى دائما لتطوير الاداء مع كل مباراه جديده، واضاف الى ان تغيير اليو ديانج، لان كان في ناس كتير وقفت عند التفصيله دي، كان لشعور اللاعب بالاجهاد فقط لا غير، ما كانش في اي سبب تاني بناء عليه تم هذا التغيير. كمان وضح انه هيبتدي يستعد لماتش الزمالك، واكد على انه بيتعامل مع كل مباراه على حده من زاويه التركيز، ان هو بيتعامل الملف بملفه والماتش بماتشه زي ما بيتقال. طيب احنا قبل بقى ما نروح لملف اخر، طبعا احنا كده كده هنتكلم في الفقره الحواريه بالتفصيل ونتكلم بشكل يعني مفصل، لكن خلينا نروح للتصريحات. انا بيهمني جدا التصريحات اللي بتكون من المديرين الفنيين بعد المباراه. هنروح سريعا لاهم تصريحات يعني كولر واهم تصريحات كابتن ربيع ياسين. يعني بالنسبه لكولر، هو اتكلم، هو نفس الكلام او يعني نفس المشهد شويه اللي احنا شفناه على ارض الواقع، هو تعبر عنه لان هو فعلا قال ان احنا كنا بنلعب بشكل هجومي، لكن في نفس الوقت أسوان كانت بتلعب بشكل دفاعي كبير جدا. النتيجة استمرت معلقة بهدف دون مقابل، ده تسبب في زيادة الحماس طبعا لدى المنافس أملا في تعديل النتيجة. ودي نقطة مهمة على فكرة، ده معناه أن كولر كان شايف أن احنا نقدر، وده اللي الناس كلها كانت شايفة أن احنا كنا نقدر نجيب أكتر من هدف بالأمس. يعني دي نقطة اللي عشان كده أنا بقول لك صباح النصر وإحنا مبسوطين جدا، بس إحنا عندنا كلام، يعني برضو لسه عندنا كلام. كنا نتمنى بالشكل اللي إحنا شفناه امبارح في المباراة ومع التكتل الدفاعي طبعا من أسوان، بس كنا نقدر إن إحنا نحرز هدف آخر. كانت مش صعبة، مش صعبة للدرجة دي. على فكرة احنا كان في يعني تمريرات كتيرة بتتقطع مننا، بس برضو ده راجع للدفاع اللي عندهم بس، او قوة الدفاع اللي عندهم بس، برضو انت كان ممكن يا كريم تحرز اكتر من هدف. ده اللي احنا بنقوله، ده يمكن اللي عبر عنه بشكل غير مباشر برضو كولر في التصريحات بتاعته. هو برضو اتكلم عن التبديل الاشهر بتاع اليو ديانج، هو لان الناس كتيرة قالت لك ايه ده ليه ومش عارف ايه، بس قال ده جه نتيجة شعور ببعض الاجهاد الخفيفة لاليو ديانج في العضلة الخلفية، والجهاز الفني فضل استبداله لتجنب طبعا تفاقمها رغم لعب او رغبه اللاعب في استكمال يعني اللقاء. بس امبارح اليو ديانج برضو كان من المتالقين جدا بصراحه. في المقابل بقى كان كابتن ربيع ياسين المدير الفني لفريق اسوان هو الاخر كان ليه بعض التصريحات عقب انتهاء المباراه، وابدى رضاه عن مستوى اللعيبه بتوعه خلال مباراتهم امام النادي الاهلي، وقال ان احنا ظهرنا بشكل جيد، وقال عن نفسه اعمل بكل جد واجتهاد واحاول معهم قدر الامكانيات المتاحه. وقال كمان النهارده، يقصد طبعا على يعني امبارح بعد اللقاء، بيقول فريق اسوان كان منظم ومفيش حد من اللعيبه قصر، احنا كنا بنواجه نادي كبير بيمتلك عناصر قويه ومميزه، والقدرات هي ما تصنع النتائج. وقال انا لم ادافع ولا احب الكره الدفاعيه، انا كنت لاعب دولي سابق واميل للامتاع وللكره الهجوميه. والحقيقه كابتن ربيع ياسين من الاسماء المهمه جدا على المستويين الشخصي والرياضي، الحقيقه خلوق على المستوى الشخصي والانساني بشهاده الكل، وطبعا على المستوى الرياضي احنا بنتكلم على واحد من اهم الاسماء في تاريخ كره القدم المصريه. كابتن ربيع ياسين ياما كان ليه صوالات وجولات في الملاعب قبل كده. اتكلم برضو عن التغيير الاشهر لاسوان، طبعا ايفونا لان الناس اتكلمت على اليو ديانج للاهلي وايفونا في اسوان، وما قالوا يعني ليه برضو حصل تغيير ايفونا، فكان كابتن ربيع رد على النقطه دي، قال ان هو ايفونا بذل مجهود كبير جدا والتزم بالتعليمات، وبالتالي تعرض كمان للإجهاد للأسف خلال المباراة بسبب مجهود كبير، فعشان كده تم استبداله، لكن هو لاعب ذو قيمة كبيرة، وقال يعني هو كان في ربع مستوى. فدي بالنسبة، أو خلينا نقول كده، ده كده سوفر كده احنا عملنا كلام سريع أو اتكلمنا بشكل سريع عن المباراة بالأمس، لكن أكيد كلامنا أو ملف المباراة مفتوح معانا طول الحلقة.